صباح الخير دكتورة. صباح النور يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طمنانكم، أخباركم إيه؟ الحمد لله بخير. يا رب دائما وأبدا، الحمد لله. خلصت امتحانات ولا لسه؟ انا خلصت من السبت، ما بعرف عن الباقي. هي عموما اخر الاسبوع ده ان شاء الله على خير. طيب خلينا نسمي الله عشان نبدأ المحاضرة. نبتدي ان شاء الله تعالى النهاردة موضوع جديد، شابتر جديد. خليني بس أنوه عن نقطة مهمة، إنه أنتم مبدئيا كده بالنسبة لتوزيع العلامات اللي هي من 50، كان عندنا كويز أولاني بـ5، وفي سيمينار الجزء الريتن منه بـ10، وفي البرزنتيشن لي بـ5، وفي المد بـ25، تمام. بقى لنا خمسة كمان، اللي هي هتكون كويس تاني، كويس كمان بـ5. اوكي، خلينا افتكروا ان في نهاية السيشن ان شاء الله الكل يكون حاضر. هأكد على معلومة الكويز التاني هنعمل فيها ايه. لغاية دلوقتي الكل عرف علاماته فيما مضى، كل اللي فات عرفتوا علاماتكم فيها، كل الحاجات اللي فاتت إن شاء الله. تمام. كل عرف علامة الكويز الأولاني، علامة السيمينار الجزء الريتن لي، وعلامة المد. باقي من الـ50 علامة عشان نقفلها قبل الفاينل بعون الله، الكويز التاني بـ5 أيضا، بلس تقديم السيمينار البرزنتيشن للسيمينار اللي عليه كمان 5. أوكي، نتكلم فيها إن شاء الله في نهاية السيشن بعون الله. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة الشابتر رقم 6 أو التوبيك رقم 6 في المادة بعنوان الـ Process of Health Education. هنتكلم فيه عن الأوبجكتيفز التالية. هنتطرق لتعريفات لموضوع الإدوكيشن في حد ذاته، الإدوكيشن بروسيس، التيتشنج أند ليرنينج بروسيس. هنتكلم عن أوبجكتيف آخر هو البيربوس، اكسبلين لي البيربوس والبنفيت والجول والجولز من البيشنت أند ستاف إدوكيشن.
objective تالت identify لي ال characteristics of learners, identify لي ال characteristics of nurses as educator and their role, discuss لي ال steps involved in health education process, ايه خطواتها, compare between the health education and the nursing process, identify and explain the barriers affecting the health education process, واخر goal عندي او objective هو identify and explain obstacles to learning. هنبتدي اول objective بتعريف ال education. ايه بقى هو تعريف ال education process؟ تفضلي صفاء. صفاء تفضلي صفاء. اللي هي بارتي اكسبيتوري سيستماتيك سكوينتال بلاند سكورز، اللي هي عملية تشاركية ومنهجية ومخطط لها تتضمن تو ماجر انديبندنت بريس، تتضمن عملية عمليتين اساسيتين اللي هي التيسنج والليرن، المتعلم والمعلم. طيب وهي سايكل كونتينوس سايكل، هي دورة مستمرة تتضمن لاعبين معتمدين على بعضهم، طرفين أساسيين اللي هم غير معتمدين على بعضهم. طيب بيبقى خلينا نقول إن الإدوكيشن العملية التربوية أو العملية التعليمية هي بارتيسيبيتوري. بارتيسيبيتوري يعني في مشاركة، مادام في مشاركة يعني في بارتيسيبانت مشكين. هيكونوا مين البارتيسيبانت في هذه العملية؟ اللي هم الطرفين الأساسيين عندي، اللي هم مين؟ التيتشر او الادوكيتور يعني والليرنر. يبقى اذا نفسر كلمه كلمه، بارتيسيبيتوري عمليه قائمه على المشاركه. طيب مين البارتيسيبانت؟ مين البارتيسيبانت اللي في هذه العمليه؟ هم التو ميجور انترديبندنت بلايرز او التو ميجور بلايرز اللي هم عندي التيتشر والليرنر. طيب سيستماتيك عمليه الادوكيشن هي ماشيه طبقا لايه؟ لنظام. تمام. طيب نظام يعني ايه؟ يعني في خطوات وفي ستبس معينه في الالتزام بيها. سيكوينشال تسلسل. تمام. يعني لاي برنامج تربوي او برنامج تعليمي لازم يكون في عندي ايه؟ هدف عام، وفي الهدف العام ده عشان يتحقق بيتكسر لعده اهداف فرعيه. لازم يكون في عندي جنرال اوبجكتيف، ومن الجنرال اوبجكتيف ده في عدة specific objectives. طيب يبقى في عندي ايه؟ تسلسل لهذه الاهداف الفرعية اللي من اجلها اللي بتحقيقها هيتحقق الايه؟ الهدف الرئيسي او الهدف العام العادي. اذا educational process هي عملية participatory قائمة على المشاركة بين ال participant اللي هم المسؤولين عنها ال teacher و ال learner، based على عدة خطوات ماشية بتسلسل معين، بنظام معين، بتسلسل معين. planned course برنامج التربوي لازم له خطة. مفيش معلم أو مفيش عملية تعليمية بتتم بالشكل العشوائي أو بالشكل الارتجالي، لا لازم يكون في خطة، لأن الخطة دي بتتضمن إيه؟ توضيح الهدف العام، ومن ثم إيه هي الـ specific objectives. يبقى general objective رقم واحد من هذا البرنامج، وبعدين الـ specific objectives اللي بتحقيقها هيتحقق الهدف العام، وبعدين تحديد الميثود اوف education هتتحقق مقابل كل هدف خاص، ايه الطريقه او ايه الوسيله اللي هتحققه، ايه هي الكونتنت، ايه هو المحتوى. تمام. وبعدين في الاخر عندي الايفالويشن، هذا الهدف يتم قياسه ازاي. طيب يبقى لازم يكون في عندي ايه؟ بلان. Planned course of actions including two major interdependent operations, teaching and learning, a continuous cycle that involves two interdependent players, the teacher and learner. Outcome. Outcome من education process ايه هو؟ Desired behavior changes that foster growth in the learner and the teacher as well. الاوتكم عندي هو هنا ايه بالنسبة لي الادوكيشن؟ هو تحقيق، تمام، اهداف او نواتج معينة. النواتج اللي عندي لازم النواتج اللي لازم تتحقق يكون ليها علاقة بايه؟ باحداث تغير مرغوب فيه في السلوك. تمام. يبقى الاوتكم من اي سبجكت انتوا بتتعلموه كليرنر او من اي برنامج تربوي اي حد بيخضع ليه
الاوت كام منه هو هنا ايه؟ احداث تغير، تحقيق اهداف ليها علاقه مباشره باحداث تغير في سلوك. يبقى كل اللي احنا بنتعلمه طول ما احنا عايشين لازم في النهايه نصب في ايه؟ في سلوكنا، في سلوكياتنا، تغيرات في السلوك. احنا مش بنتعلم وبنخضع لمساق معين او اي تجربه طول حياتنا نتعلم منها علشان فقط ندخل امتحان وننجح فيه ونحقق معدل معين وانتهى الوضع على كده. لا، ده هدف قصير المدى. اما الهدف اللي هو ده على الشورت ران، اما على اللونج ران ان احنا بنتعلمه ده يأثر فينا ويغير في سلوكياتنا، تغير مرغوب فيه. يبقى الابد كام عندي هنا ايه؟ ماتش ون، يعني بالشكل المتبادل. الاهداف هنا او النواتج هنا بالشكل المتبادل لدى التيتشر والليرنر. ايه هو desired behavior changes that foster growth؟ التغيرات اللي هتحصل في السلوك دي بمعناها ايه؟ معناها ان حصل نوع من التطور لمين؟ لكل من طرفي هذه العملية التعليمية اللي هو التيتشر والليرنر على حد سواء. وصلت؟ وصل تعريف الإديوكيشن بروسس؟ طيب، احنا متفقين العملية التعليمية بيقوم بيها طرفين، بما انها بارتيسيبيتوري فبيقوم بيها طرفين اساسيين او مسؤول عنها طرفين اساسيين، التيتشر والليرنر. طب هنبتدي ناخد تعريف التيتشنج، التدريس. ايه هو بقى؟ هو ديليبريت انترفينشن. عايزه ايه يا تيماء؟ تيماء رفع ايدك ليه؟ يا دكتوره كنت بدي اشرح التيتشنج. اتفضلي يا حبيبتي. اوكي، هل هي عبارة عن deliberate intervention involving the planning and implementation؟ يعني هو بيكون تدخل متعمد. تمام. يشمل تخطيط وتنفيذ الأنشطة التعليمية لحتى أن أحقق النتائج المرجوة من التعلم وفق خطة التدريس اللي أنا بكون بحاطها. تمام. يبقى teaching ثانية واحدة يا تيماء لو سمحت. التيتشنج هيكون مين المسؤول عنه؟ العملية دي التيتشر. تمام؟ مش احنا اتفقنا education بتتضمن عمليتين teaching learning ومسؤول عنها طرفين teacher learner، فاذا عمليه teaching مين المسؤول عنها؟ هو ال educator او ال teacher. تمام؟ هيعمل ايه؟ هيقوم بعده intervention. تمام؟ باجراءات وتدخلات معينه. طيب الاجراء اللي هو بين قوسين اللي هو مهمه التدريس او التدريس ده عباره عن ايه؟ planning and implementation of instructional activities. يعني ايه؟ يعني في عده انشطه تربويه هيقوم بيها المعلم، بس الانشطه دي هتحصل كده ارتجالي؟ لا، لازم بناء على خطه. مين اللي بيحط الخطه؟ هو المعلم. مين اللي بينفذها؟ هو نفس المعلم، مش كده؟ انا كمدرس ماده او كمعلم ايا كان داخل اي مؤسسه تعليميه بقى بعمل ايه؟ بادئ زبد، بحط البرنامج بتاعي، بحط الخطه بتاعتي، بحط بين قوسين ما يعرف بيه الكورس سيلبس، مش كده؟ مش في حاجه اسمها خطه او وصف مساق؟ الكورس سيلبس دي انكلودد لايه؟ لحاجات كتير قوي، نقاط كتير قوي، من اول تعريف المساق او تحديد عنوانه بعدد ساعاته المعتمده، بوصف هذا المساق، بعمل ديسكريبشن لهذا المساق، بتحديد البيربوس منه، ايه هو الغرض، تحديد ايه هي الانتندد ليرنينج اوتكمز، ايه هي النواتج اللي مطلوب تتحقق لدى الليرنر، بتحديد التوبكس على مدار الكورس، وتحديد الايفالويشن كرايتيريا. صح كده؟ دي اسمها ايه بقى؟ كل القصه دي اسمها بلان. مين اللي بيضعها؟ بيقوم بوضع تلك البلان هو التيتشر. مين اللي بينفذها؟ التيتشر ايضا. فاذا التيتشنج اللي مسؤول عنها التيتشر او الادوكيتور هي عباره عن ديليبريت انترفينشن. ديليبريت يعني شيء متعمد، يعني شيء مخطط ليه. ديليبريت انترفينشن بتشتمل على اجراءات بيقوم بعمل اعدادها وتنفيذها هو المعلم من خلال عدة أنشطة إرشادية وأنشطة تربوية وخبرات معينة، بيتحقق إيه؟ to meet intended learner outcome أو learning outcomes، لتحقيق نواتج outcomes، يعني أهداف لسه هتتحقق أو نواتج لسه هتتحقق، هو أن لتحقيق نواتج أو أهداف منوي ليها intended، يعني أنا بنوي من قبل تحقيق نواتج منوي ليها
لدى الليرنر according to teacher أو teaching plan، على حسب خطة اللي الخطة اللي بيضعها التيتشر. instruction is one aspect of teaching. الأنشطة التربوية هي جانب من عملية teaching is often formal. لازم تكون هذه الأنشطة بالشكل الرسمي structured بناء على تركيب معين organized بناء على نظام معين activities to meet and identified learner needs. يبقى الأنشطة التربوية اللي بيعد ليها وبينفذها التيتشر لازم تتصف بهذه الخصائص، انها تبقى formal structured. اي نشاط احنا بنقوم بيه داخل البرنامج التربوي لازم يكون بالشكل الرسمي، لازم يبقى بناء على هيكلة معينة بنظام معين. كل هذه الأمور أو كل هذه الأنشطة التربوية اللي بهذا الشكل من أجل تحقيق نواتج لدى الليرنر to meet، أو من أجل تحقيق أهداف لدى الليرنر to meet identified learner needs. يبقى إحنا البرنامج اللي إحنا بنحطه ده بيحقق من خلاله إيه؟ احتياجات للليرنر. لازم الاحتياجات دي احنا نبقى مقيمينها من قبل. ده تعريف التيتشنج. طيب الليرنينج مين هيسمعني صوته؟ مازال في ناس في اللحظه يا جماعه مش عايزه تشارك. انا اكدت مرارا وتكرارا من بدايه الكورس إن المشاركة هيجي لها وقت، فبالتالي الأسماء الـ excluded من المشاركة محدش يزعل لما يبقى مفيش أقرأ. أي دكتورة مين أنت؟ تفضل. محمد وردات. تفضل يا محمد. نعم تفضل. A change in behavior knowledge skills and it. نعم تفضل. تعريف للـ learning. A change in behavior, knowledge, skills, and attitudes that occur to any time or in any place, a result to explore exposure to environmental stimuli. Learning depends on both, depends to learn and to need to learn. طيب عملية learning التعلم، يبقى teaching التعليم أو التدريس، learning التعلم. مين المنوط بهذه العملية؟ مين المسؤول عن هذه العملية؟ من اسمها learning يبقى learner، تمام؟ المتعلم. إيه اللي هيحصل نتاج عملية learning؟ إن هيحصل تغيير السلوك. تغيير السلوك. متفقين. هيتغير السلوك بناء على إيه؟ بناء على إن عملية learning هتحدث تغير في، أو هتحدث إكساب learner عدة مهارات. يبقى أنا كليرنر، انا كلامنا احنا عارفين كويس قوي ان عمليه التعلم ما هياش مقتصره على فتره زمنيه معينه او سن معين او مكان معين بنتعلم منه او زمن معين بنتعلم فيه. طول ما احنا عايشين واحنا بنتعلم، تمام كده. طيب انا خضعت لتجربه معينه، من خلال خضوعي ومروري بتلك التجربه ايه اللي حصل؟ حصل ان انا اكتسبت، انا كليرنر اكتسبت عده مهارات. النوليدج مهارة، اللي هي مهارة المعرفية. الكوميونيكيشن أو الاتيتيود مهارة، اللي هي مهارة التواصل الاتجاهات المختلفة. السايكوموتور مهارة، اللي هي أنا تعلمت مهارة يدوية تطبيقية معينة. يبقى دول ثلاث مهارات بمستويات مختلفة، نوليدج أو ما يعرف بالكوجنيتيف سكيل، السايكوموتور، والكوميونيكيشن. الثلاث مهارات اللي انا اكتسبتهم عملت لهم اكوايرنج، ايه اللي بيحصل؟ بعمل لهم ريتينشن. يعني ايه؟ يعني ما اكتسبته من هذه المهارات الثلاثه، انا مش اكتسبته عشان اتخلص منهم قدام اول اختبار واخلص وكان حمل وخلصت منه، لا، انا بكتسب هذه المهارات بعمل لها اكوايزيشن او اكوايرنج، ومن ثم بعمل لها ريتينشن يعني احتفظ بيها، وبعدين بعمل لها ايه؟ كل هذه المهارات تغير في سلوكي. يبقى اذا كل ما نتعلمه في اي فتره من حياتنا من خلال وجودنا لاي او خضوعنا لاي تجربه اجمالا، سواء كان داخل مؤسسه تعليميه او في الحياه بوضع عام،
كل اللي احنا بنتعلمه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدة مهارات او مهارات مختلفة بنكتسبها تحدث تغير في السلوك. لو احنا واللي احنا تعلمناه كان عبارة عن مهارات اكتسبناها وخلصنا منها قدام اول اختبار وما اثرتش في سلوكنا، يبقى احنا ما تعلمناش. يبقى احنا ايه؟ ما تعلمناش. احنا بنقول بنتعلم. بنتعلم يعني ايه؟ نتعلم يعني بنخضع لشيء يسيب فينا علامة. علامة، العلامة دي المفروض ان هي تكون ايه؟ تفيدنا طول الحياة. طب هنستفيد منها طول الحياة ازاي؟ في حال تحويلها لسلوك او ان هي تغير في سلوك. طيب اللي احنا بنتعلمه ده اوكي، او عملية التعلم في حد ذاتها اوكي at any time. عملية التعلم مش مقتصرة على فترة في حياتنا، طول ما احنا عايشين تمام بنتعلم، سواء تجربة احنا بنتعلمها بالتحقنا لمؤسسة تعليمية معينة، مدرسة، جامعة، ايا كان، او سواء في الحياة مجمل الحياة. اني بليس عملية التعلم مقتصرة على مكان معين؟ لا، انا هنا بتعلم من الاونلاين، من اي مكان، على من اي بقعة على كوكب الارض بنتعلم. التعلم ده بيحصل في اي مكان وفي اي زمان. بناء على ايه؟ بناء على انا كبني ادم او كليرنر as a result of exposure to environmental stimuli، نتيجة تعرضي لاي تجربة في الحياة او في البيئة اللي انا عايشها. عملية التعلم بتعتمد على ايه بقى؟ learning depends on both readiness to learn and need to learn. عملية التعلم بتعتمد على ركنين او عاملين مهمين جدا: درجة استعدادي انا وحاجتي كليرنر. يبقى درجة استعدادي كليرنر، الريدنس، هل أنا ريدي ولا في قصور في هذه الجزئية؟ هل إحنا ريدي؟ عندنا الاستعداد؟ ليه في ناس بتكمل دراستها في مرحلة معينة في سن متأخر؟ البعض بيبقى شايف إنه متأخر، لكن إحنا التعليم من المهد للحد. ليه؟ إن هو دي الفترة اللي هي ريدي، لأن ده الفترة دي من حياتها هي ريدي، تبقى للأولويات، تبقى للظروف، تبقى للماديات، تبقى للحافز، تبقى للهدف، أمور كتيرة قوي 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 تتداخل في إن إحنا يبقى عندنا استعداد من عدم. وكمان إيه اللي بيحدد احتياجنا لعملية التعلم؟ الحاجة and need to learn. يبقى ما يؤثر في عملية التعلم أو ما يتداخل في عملية التعلم عاملين مهمين جدا: readiness to learn وال need to learn. ايه درجة استعدادنا بلس ايه احتياجاتنا؟ اي سؤال او استفسار؟ لا دكتورة كل واضح، الامور تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب مفهوم اخر هنتكلم فيه هو ال patient education. طيب patient education يعني ايه؟ assisting people to learn. لما انا هعمل عملية تعليم المريض او المريض، ايه اللي هيتعلم؟ يعني ايه؟ يعني احنا بنقدم المساعده لهؤلاء الافراد او المرضى بان هم ما يتعلموا لازم في النهايه يتغير لايه؟ لسلوك، يحدث تغير في سلوك. يبقى انا اسيست، يبقى البيشنت ادكيشن معناها ان احنا اسيست، بنساعد الناس تمام لايه؟ تو ليرن هيلث ريليتد بيهيفير، انه الشخص لما يتعلم يحدث تغير في سلوك. السلوك اللي هيتغير ده هيبقى سلوك ايه؟ صحي، هيتبنى من خلال اكتسابه للمهارات المختلفة او اكسابه للمهارات المختلفة اللي هيتعلمه من هذه اللي هيكتسبه من هذه المهارات يغير في سلوك. So can that they can incorporate them in everyday life. يبقى كل اللي هيتعلمه يغير في سلوك حميد، سلوك صحي مرغوب فيه، ويضمنه incorporate them، يعني يضمن تلك السلوكيات ضمن ايه؟ ممارسات حياته اليومية. يبقى حصل تغير في السلوك نتيجة ايه؟ نتيجة عملية اكتساب او اكساب المريض knowledge psychomotor والattitude skills and values. ان الشخص من خلال patient education هساعده، المريض من خلال عملية patient education هساعده على اكتساب المهارات المختلفة اللي هتحدث تغير في سلوكه، وهو بدوره هيضمن هذه الممارسات او هذه السلوكيات
ياخده من الحياه اليوميه. انا ما عادش اساعد المريض في ان ياخد خلفيه نظريه عن موضوع معين وبس، لا، يعني كويس قوي ان احنا عارفين او عارفين احنا كويس قوي اهميه الرياضه واهميه البعد عن التدخين واهميه او ايه هي جوانب الحياه او جوانب لايف ستايل او ايه هو لايف ستايل السليم، ان احنا نعيش حياتنا ازاي، نتعامل مع الضغوط اللي بنقابلها ازاي. كل النقاط دي وكل الموضوعات الرئيسيه والفرعيه منها كلنا على مستوى النوليدج شاطرين فيها جدا، ولكن هل احنا بنستفيد منها ونترجمها لسلوك وممارسة ويكون ضمن حياتنا الأساسية؟ لا، في جاب جامد قوي بين الكم اللي عندنا من مهارة المعرفة وبين ان احنا نترجم هذه المعرفة لسلوك وتبقى شيء أساسي. تفضلي يا غيداء، تفضلي يا حبيبتي. دكتورة بدي اشرح الستفيديكيشن. علقي على الستفيديكيشن. الستفيديكيشن ده process of influencing the behavior of the nurse by producing change in their knowledge, skill and attendance and value. طيب، عملية الـ staff education اللي هي بين قوسين اللي هي التعليم سواء كان التمريضي أو الطبي اللي هو التعليم المستمر، تمام؟ سواء الأطقم الطبية، سواء كان الستاف هنا المقصود به physician أو nurses أو nurses. طب عملية التعليم المستمر الغرض منها هو ما ينفعش أبدا حد مثلا من ضمن الأطقم الطبية اللي بيشتغل وهو خريج 1970s ولا 80s ولا 90s والمعلومة اللي اتخرج بيها من نفس الوقت ده اللي عدى عليها 30-40 سنة هتفضل المعلومة دي زي ما هي، ما حصلش عليها أي updating، تمام؟ أو بيصير تحديث للمعلومة. أيوة، عشان كده جت فكرة التعليم المستمر اللي هي الستاف إديوكيشن، التعليم المستمر للستاف سواء كان تحت مسمى التعليم التمريضي المستمر أو التعليم الطبي المستمر. الهدف منها الهدف من هذه العملية اللي هو التعليم المستمر للطاقم الطبي هو إن process of influencing behavior. أنا دلوقتي بتكلم عن البيشنت إديوكيشن، إن أنا بدوري مسؤولة عن تعليم ومساعدة المريض إنه يكتسب عدة مهارات تغير في سلوكه. طيب، يبقى أنا من باب أولى محتاجة إيه أنا في المقام الأول؟ محتاجة إنه أحدث واكتسب تلك المهارات اللي أنا هساعد المريض وأكتسب المهارات المختلفة اللي هتغير في سلوكي باعتباري قدوة أو رول موديل، ومن ثم هساعد المريض على إيه؟ على من خلال عملية البيشنت إديوكيشن على أن يكتسب هذه المهارات وأيضا على تغيير سلوكياته أو ممارساته اليومية. يبقى إذا الستاف إديوكيشن هي عملية تعليم مستمر مستمر، إحنا دايما وأبدا ما ينفعش أنا أحصل على درجة علمية معينة في فترة زمنية معينة وتبقى نفس المعلومة اللي عندي ها مستمرة فيها أو ثابتة عليها، هذه المعلومة احنا بيطلع لنا ابحاث النهاردة بعد شوية بعد فترة وجيزة من الزمن بتطلع ابحاث اخرى في نفس الاطار بتغير من النتائج، تمام؟ او بتدينا conclusion مختلفة او recommendation خلاصات او توصيات مختلفة. يبقى ده هيعتمد على ايه؟ يعتمد على ان المعلومة اللي كانت عندنا من شوية لا اكيد حتما ولا بد حصل عليها update، فبالتالي لازم احنا نبقى ملمين ب كل ما هو جديد سواء كان على مستوى المهارة المعرفية أو السلوكية أو التطبيقية، ومن ثم كل ما نتعلمه بشكل مستمر ونكتسبه من مهارات مختلفة بشكل مستمر أيضا يحدث تغير في سلوكيات. ده مفهوم الستاف إديوكيشن. واضح الفرق بين البيشنت إديوكيشن والستاف إديوكيشن؟ يعني إحنا كمان محتاجين عملية التعليم تبقى إيه بالنسبة لنا مستمرة، مش مقتصرين على الايه على الشهاده العلميه او الدرجه العلميه بين المعلومات اللي فيها وثابتين عليها طول الوقت. عندي فاكتورز افكتنج الريدنس تو ليرن، عندنا عده عوامل ليها تاثير على الاستعداد للتعلم.
هل احنا كليرنرز، اي حد فينا كليرنر، هل درجة الاستعداد اللي عنده واحدة؟ لا، الريدنس بيختلف من شخص لآخر، وبيختلف في نفس الشخص من حين لآخر. وانا ليه بلاقي ناس داخل الشعبة في ناس أعمارهم في العشرينات وفي ناس أعمارهم في الأربعينات وعلى مقربة من الخمسينات؟ ليه؟ لأنه في اختلاف في الريدنس. يعني أنا في وقت معين مش ريدي، في وقت تاني لا أنا ريدي. طب إيه اللي بيتداخل في عملية الريدنس؟ إيه العوامل اللي بتتداخل أو ليها تأثير مباشر على درجة استعدادنا للتعلم؟ تمام؟ الفيسيولوجيكال فاكتور. اللي أولها الفيسيولوجيكال فاكتورز، العوامل اللي هي ليها علاقة بالإيج، بالجندر، بالديزيز بروسس، الشخص ده سليم ولا عنده مرض معين، عنده خلل أو اضطرابات في الحواس المختلفة، intactness of sense, hearing, vision, touch، الآخره، pre-existing conditions أو بيمر بظروف مؤثرة على الديفلوبمنت بالنسبة له. دي كلها عوامل تقع تحت الفيسيولوجيكال أو تندرج تحت الفيسيولوجيكال فاكتورز. في عامل آخر أو شريحة أخرى السايكوسوشيال فاكتورز، العوامل النفسية والاجتماعية، السوشيو كالتشر سيركمستانسز، الظروف الاجتماعية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية اللي احنا عايشينها في مجتمعات، ومجتمعات فرعية أو مجتمعات بتتسم الثقافة فيها بالترحيب بعملية التعلم للتعليم والتعلم للولد عن البنت مثلا. دي كلها ايه؟ ظروف احنا بنخضع ليها نتيجة الحياة داخل المجتمع بثقافة معينة، الإكيوبيشن، المهنة، الإيكونوميك استابيليتي، العمل المادي. احنا عملية التعليم محتاجة والتعلم محتاجة فلوس، انت امتى بتقدم على الخطوة دي؟ لما تبقى ظروفك المادية مستقرة، مش كده؟ عندك مبلغ متوفر. بالظبط. معلش يعني في ناس عفوا بتتاخر في التسجيل لان مادياتها لسه مش ممكناها من كده، في ناس لا ظروفها مختلفه وهكذا. يعني تداخل العمل المادي او الجانب المادي، البيست اكسبيرينس ويز ليرنينج، خبراتنا كمان السابقه مع عمليه التعلم، الخبرات اللي بنمر بيها خبرات ايجابيه ومحموده بتحفزنا على عملية التعلم ولا كانت خبرات سيئة. يعني إيه؟ يعني وإحنا بنتعلم إحنا طرف في عملية، زي ما اتفقنا طرف أساسي أنا كليرنر في عملية التعليم أو العملية التربوية. منذ المراحل الأولى في حياتي أنا اتعاملت مع معلم شجعني ولا معلم أحبطني؟ يعني إحنا دايما بنقول إيه؟ ده شيء كومن بينا، أنا بختار المجال الفلاني أو التخصص الفلاني من حبي، بختار أنا من أول مرحلة التوجيه علمي ولا أدبي، ولا بختار أنا حدرس إيه في المرحلة الجامعية من حبي لمعلم في مرحلة دراسية معينة حببني في المساق، حببني في عملية التعليم، وحببني في هذا المجال وهذا التخصص. في ناس بتتعرض لخبرات للأسف كانت غير محمودة بالمرة، ومعلمين كرهوها فكرة أو عوامل كرهوها فكرة التعليم في حد ذاته. مش بنسمع عن التسرب من المدارس اللي بيحصل بين أولادنا، ده حصل نتيجة إيه؟ ظروف معينة عاشوها، تجارب معينة عاشوها. تمام؟ فإذا إيه خبرتنا السابقة من اتجاه عملية التعلم؟ إيه الاتيتيود تورد ليرنينج؟ إحنا عايزين نبقى إيه؟ أنا بتعلم ليه؟ إيه اتجاهي لعملية التعلم؟ يعني أنا دلوقتي بتعلم ومحدش فينا سليم وبالشكل الطبيعي إلا وعايز إيه؟ يطور من نفسه. عامل السن عمره ما كان عامل معيق لعملية التعلم، طول ما إحنا عايشين في أي فترة زمنية في حياتنا وصلنا لأي سن إحنا عايزين نحقق هدف معين. أنا دلوقتي وصلت من عمر معين عايزة أرتقي من الدرجة العلمية اللي أنا فيها للدرجة العلمية اللي أعلى وهكذا، إلى أن أصل لأستاذ في تخصصي، مش هفضل واقفة على نفس المعلومة اللي كانت عندي لما أخدت درجة الأستاذية، لا هطور من نفسي وأعمل أبحاث وأعمل مشاريع وال القصة دي كلها. إيه الهدف منها؟ الهدف منها الاتيتيود اللي عندي تورد الليرنينج، انا عايزه اكون ايه الهدف اللي انا عايزه احققه؟ انا حابه العمليه دي ولا رفضاها ولا ايه الوضع بالظبط؟
جانب الاسبيريشوال، الجانب الروحاني، الايموشنال، الجانب الانفعالي والعاطفي، السلف كونسبت مفهوم يعني نفسي، اند سلف ايمج، هي سلف ايمج معلش مش بادي ايمج، السلف كونسبت مفهوم يعني نفسي، تمام؟ انا شايفه نفسي ايه، ايه قدراتي، ايه النواقص اللي عندي. السلف ايمج اي حد فينا بيقعد يتخيل نفسه، في حد بيتخيل نفسه بشكل متدني ولا كلنا بنحط تخيلات كده لما نقعد نعيش في الخيال واحلام اليقظه زي ما احنا ما بنقول، ونبقى شايفين نفسنا احسن حد في الدنيا، شايفه نفسي وصلت في مجالي لاعلى درجه واعلى مؤهل وبقيت فيجر وبقيت شخصيه مرموقه وبحتل مكانه عظيمه وهكذا. ده التخيل اللي انا حطه لنفسي. التخيل ده والمفهوم ده هيتم ازاي على ارض الواقع؟ بمساعي، مش كده؟ ان انا اخضع لتجارب عده. فبالتالي ده كل اللي انا وضحته ده في اطار السايكوسوشيال فاكتورز. أنا معلش أنا هقف عند كده عشان ما افتحش في النقطة الثانية وتاخد مننا وقت. خليني أراجع قائمة الحضور. في أي سؤال أو استفسار مبدئيا؟ في أي سؤال بالنسبة لي؟ لا دكتور، الأمور واضحة يعني؟ طيب خلينا نقول من بداية القائمة معانا. بسم الله، أحمد أبو عادي. يا أحمد، أحمد فتح وخلاص. أحمد جوارنا. أماني مصروة. أماني سوالمة. معك دكتورة. إسراء. نعم دكتورة. غيداء. موجودة دكتورة. ماشي حبيبتي. ومحمود خليل. محمود. دكتورة مارك. يا محمود شوف الملف اللي ما بيفتحش برضو، الله يكرمك، للكيس ستادي بالنسبة لمادة السايك عمل. خديجة. دكتورة موجود. محمد وردات. صالح. موجود دكتور. محمد وردات. إبراهيم وتيماء وراشد. نعم موجود دكتور. يا راشد انت ايه الرساله اللي انت بعتها امبارح يا راشد؟ صفاء. موجود دكتوره. صفاء. عبد العزيز وماجد. عبد الماجد. نعم دكتور موجود. يسرى. في حد ما سمعش؟ نعم دكتور. يا جماعه اللي فاتح المايك لو سمحت. كل موجود عندي تمام. ما تنسوش استعداد الجروب اللي عنده ان شاء الله تقديم السيمينار يوم الاحد القادم، يبقى جاهز تمام. من اعتبارا من يوم الاحد، بما انه كلكم موجودين دلوقتي او اغلبكم موجود معايا على القائمه، اعتبارا من بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله الكويز اللي هو التاني، بما انه هتكونوا خلصتوا الميد الحمد لله والامور تمام، هيبتدي الكويز التاني. الكويز التاني مش هيكون ريتن، هيكون اورال خلاص. يعني مش هخصص له سيشن معينه او فتره او وقت معين، هو اثناء كل محاضرة اعتبارا من الأسبوع القادم هختار اسم أو اسمين أو ثلاثة أيا كان. أنتوا عددكم 24 طالب وطالبة، هختار 2-3 في وقت كل محاضرة وأسأله سؤال أو سؤالين، فنشوف الوضع يقول لي إيه، وده هيكون نتيجته أو علامته فيه دي علامة الكويز التاني. وصلت يا جماعة؟ يبقى من الأسبوع اللي جاي إن حيانا ربنا هنبتدي تقديم، هناخد وقت من كل محاضرة لتقديم السيمينار بلس المادة أنا ماشية فيها بالشكل الطبيعي بلس الكويز التاني بالنسبة لكم اللي عليه 5 علامات، عشان نقفل كده التجميع بتاعنا اللي هو من 50. دكتورة هسا السؤال اللي بدك تسألينا إياه بيكون من ضمن المحاضرة ولا من المادة اللي أخذناها سابقا؟ من المادة إجمالا بقى خلاص، من ساعة ما ابتدينا المحاضرات بتاعي، من ساعة ما ابتدينا موضوعات المادة. اوكي؟ يعني من بعد مواضيع المادة. من أي محاضر؟ لا من أي موضوع داخل المادة، من أي موضوع سابق داخل المادة. مش متحدد له توبكس معينة. اوكي؟ خلاص تمام اوكي. ربنا معاكم إن شاء الله. يعطيك العافية. يا ربي يخليكم، أي سؤال أو أي استفسار، الأمور ماشية تمام الحمد.